الطفل قبل سن ال7 سنين غير الطفل بعد سن ال7 سنين. بمعنى ايه؟ الطفل قبل 7 سنين هو ما بيبقاش عارف الفرق بين حتى الموت والحياه، ما بيبقاش عارف يعني ايه اضحي، يعني ايه حاجه بتاعتي اديها لغيري، ما بيبقاش عارف ولا فاهم يعني ايه ان انا اؤثر غيري على نفسي. ففكره ان انا احاول اوصل له يعني يلا تعالى احنا هنذبح الخروف صاحبك اللي انا جايبه قبليه بكام يوم وخليته يعمل صداقه معايا، دي حاجه بتسبب له اذى نفسي كبير جدا وبتعمل له يعني عدد من الاضطرابات النفسيه اللي احنا لو سبناها تبقى صعب قوي ان هي تتعالج بعد كده لما يكبر. فعشان نبقى يعني مدركين صح الطفل قبل ال7 سنين احنا ممكن نعمل ايه معاه، ممكن ان انا ابتدي افهمه او ابتدي اجيب له قصص مثلا مصوره عن الحيوانات، اعرفه الحيوانات دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ليه، ربنا سبحانه وتعالى خلقها يعني الحيوانات اللي بتؤكل طبعا دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان احنا نستفيد منها، عشان احنا بناكلها، من غير ما اشرح تفاصيل كتير انا هاكلها ازاي. يعني فكره تعالى هنذبحها دي بلاش بلاش. السنه اللي بعديها مثلا، ده مثلا من عمر 5 سنين، ابتدي مثلا في 6 سنين اقول له مثلا تعالى وزع معايا على الناس الفقيره والناس المسكينه اللحمه دي. طبعا انا مش هقول له انا اللحمه دي جبتها منين ولا عملت فيها ايه. تالت مثلا على عمر 7 سنين ابتدي اخده معايا نوزع اللحمه، يعني نبتدي نحطها في اكياس. السنه اللي قبليها كانت ان احنا نوديها للفقراء، بعد كده مرحله متطوره شويه ان احنا نقطع اللحمه ونحطها في الكيس وكل الكلام ده. نيجي مثلا على عمر بقى 8 سنين خلاص، وطبعا خلال السنين دي كلها احنا بنبتدي نعرفه واحده واحده الهدف من التضحيه، الهدف من الاضحيه، من غير ما اذكر حته الذبح والكلام ده كله عشان عقله مش هيبقى مدرك وهو لسه صغير الموضوع ده.